بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع التعليم الفعال لصالح أو لدى مديرية التربية في إدلب يهدف إلى خلق روح التطوع أو إعادة روح التطوع لدى الطلاب في المدارس في محافظة إدلب، كما يهدف إلى إظهار الجانب الاجتماعي للطلاب وتشجيع الطلاب على أن يقوموا بإضافة لمسة في المجتمع الذي يعيشون به أو في المحيط الذي يعيشون به في بلداتهم وقراهم. مشروع التعليم الفعال يقسم إلى شقين، شق متعلق بالأنشطة التطوعية أو ما كان يعرف سابقا بالأنشطة اللاصفية، وشق متعلق بالأنشطة الحوارية. طبعا من خلال هذا المشروع قمنا بإعلان مسابقة لاختيار 40 ميسر أو 40 شخص لكي يقوم بالعمل بهذا المشروع. طبعا تم اختيار لجنة فاحصة لهذا الأمر، وتم وضع المعايير المتعلقة بالأشخاص الذين سيقومون بهذا العمل. تم الاتفاق على هذه المعايير مع مديرية التربية. تم إجراء فحص مقابلي لهؤلاء المتقدمين، وتم إعلان النتائج طبعا، وكانت الأمور على صفحة مديرية التربية في إدلب. اليوم قمنا باجتماع للميسرين والميسرات الناجحون بنتيجة المسابقة، وقمنا بإعطائهم تكاليف للبدء بالعمل، كما قدمنا لهم شرح بسيط عن عملهم. سيقوم المشروع بإظهار الجانب التطوعي لدى الطلاب، بحيث سيقوم الطالب بإضافة أثر في المجتمع الذي يعمل به.